Hello everybody. This is Teacher Salahuddin. I'm part of al Alwatan International Group, and this is English 101. Today our class is a grammar class. Grammar. We're gonna take. Uh, it's a very common uh, grammar. Present simple. Very common. very common يعني من القواعد the present simple. Okay. Uh, as a rule, it's very simple. لكن اتقانها ضروري كثير لانه قديش هي بسيطه قديش في ناس بتخربط فيها اوكي؟ okay. present simple اول شيء بدنا نتفق على تكوين الجمله باللغه الانجليزيه اوكي okay. الجمله المبني الجمله الطبيعيه المبني للمعلوم يعني انت بتتكلم خلينا احكي شيء نون بيحكوله له اكتف شيء مبني للمعلوم مش باسف يعني ما بدك تعمل شيء مبني للمعلوم الجملة بالعادة بتبلش subject right subject الفاعل أو موضوع الجملة subject أو the تبعه the pronoun plus plus the verb subject plus the verb هاي تكوين الجملة الرئيسية باللغة الإنجليزية أوكي okay. a uh, subject plus a uh, verb. they, i, work. i, he, works. she, works. they, work. okay. high-tech, we need to know present simple. cna, if i have a seat, but that's a subject. the, if i can, a subject. i pronoun, taba a subject. if i can, they, i, I, we, you, they أوكي okay. بنحط الفيرب verb base verb سادة drive, work, do أوكي okay. drive, work, do يعني بدون إضافة أي شيء وبيحكي لي إذا إجا subject he, she it بيجي الفيرب verb plus S أوكي okay. يعني يا اس يا بدون اس حسب مين حسب السبجكت هذا بالبريزنت سمبل تركيب البريزنت سمبل كقاعده alright في شغله بدي اعقب عليها بس هون i want to say something دو uh, ال verb do ال verb do شو يعني ال verb do ال verb do ببساطه يفعل يعني انت اذا بدك تحكي انه انا انا افعل مش انا اركض انا افعل i do اوكي okay? فهو فعل بمعنى يفعل وبرضه دو do وداز بيجي له استخدام ثاني اللي هو بحالة الـ present simple informing a question or informing a negative sentence بيجي استخدام الدو do وdoes كمش فعل رئيسي بيجي استخدامهم كفعل ثانوي في حالة النفي في حالة السؤال اوكي في حالة النفي في حالة السؤال بيرفكت اتفقنا على تكوين الجمله اوكي okay. uh, الجمله التاكيديه مو النفي سبجكت بلس فيرب بوكا دار سمبل على لك الاطراد يعني بهالبساطه سبجكت هذا هم السبجكت وبلس verb. إذا السبجكت كان عندي I, we, you, they بنحط الفيرب سادة بدون S إذا he, she, it بنحط الفيرب plus S طيب هلا بتحكي لي انت طيب بدي انفي الجمله احكي هو ما بي ما بيسوق او ما بروح على الشغل او ما بفعل اوكي بقول لك ببساطه بنستخدم الاستخدام الثاني للدو والدز هذول هن افعال مساعده للنفي وللسؤال فبصير تركيب الجمله في حاله النفي السبجكت هي او شي او مثلا اسم خالد احمد سبجكت الفاعل بلاس الفعل المساعد دو او داز دو او داز كي جايز دو او داز بلاس نات بلاس الverb الرئيسي الفيرب الرئيسي بس بيجي سادة أوكي okay. بغض النظر عن الـ subject بغض النظر عن الـ subject اتفقنا تكوين الجملة التأكيدية البوزيتيف إذا كان الـ subject he she it نحط verb مع s drives works does إذا كان i we you they نحط الفعل سادة لكن بالنفي تركيب الجملة بيجي subject وإذا كان subject he she it تأخذ does وإذا كان I we you they تأخذ do plus not plus الverb سادة يعني بتصير مثلا نأخذ على he drives uh, he drives a car ننفيها بتصير he does not drive okay فننتبه هنا the do داز does إجت فعل مساعد للنفي فقط أوكي وزي ما تعودنا بتكوين الجمل حتى بالPresent Continuous إذا بدك تكون سؤال بس تعمل switch بين الـ Subject وبين الفعل المساعد وطبعا بتروح النط بالسؤال بتصير do أو does حسب السبجكت عرفنا مين اللي باخذ داز وعرفنا مين باخذ okay. do اوكي دو او داز بلس السبجكت مين ما كان بلس الفيرب ودائما قلنا بس تفوت الدو do والداز على الجمله كفعل مساعد الفيرب بيرجع ساده حتى لو كان السبجكت هي شي ات خلص ببطل درايفز بتصير درايف واكيد علامه استفهام does he drive okay مع انه بالجمله التاكيديه كانت he drives بس, بس فاتت do او does بتصير does he drive without s no s okay guys هاي تركيب الثلاث جمل بهمني جمله تاكيديه تكوين سؤال و جملة نفي وتكوين سؤال، اوكي okay, guys خلينا نشوف أمثلة ونقرأ هو شو بيعمل لنا. طبعا اهم شيء بال بحل البريزنت سمبل وبالقواعد انك انت تحدد السبجكت هذا اهم شيء مجرد ما عرفت مين الفاعل تبعك السبجكت خلص عرفت شو بدك تستخدم دو Do او داز او بحاله الجمل التاكيديه بدك تزيد اس ولا بدك تزيد اس اذا حددت السبجكت لانه السبجكت مش دائما بيجيك He, she, it. بدل اللي هي شي ات بدل الهي بحط لك احمد بدل الشي بحط لك ساره بدل الات بحط لك تيبل بدل الات بحط لك جيم بدل الات بحط لك بروميس الوعد الوعد بروميس اذا بدك تحكي عن الوعد على اساس انه فاعل الوعد ات غير عاقل تمام أه قبل ما ابلش بس خليني احكي عن البرونونز الاي اللي هو ضمير المتكلم اذا انت بدك تحكي عن حالك وي إذا كانوا مجموعة وأنت جزء من المجموعة. أوكي؟ okay. they إذا كانوا مجموعة وأنت مش جزء من المجموعة، يعني أو oh, سوري مش مجموعة بالضبط أكثر من واحد. وي وذي نفس الشيء لكن الفرق وي أنت جزء من المجموعة، they أنت مو جزء من المجموعة. يو اللي هي أنت أو ممكن أنتم تستخدم. Okay. انت او انتم ننتبه وي مش مفرد هي وشي بنعرفهم 100% هي للمذكر شي للمؤنث ات للغير عاقل للجماد للافكار يعني حتى لو بدك تحكي عن الامل على اساس انه الامل فعل فاعل هوب هوب مثلا هوب comes with a price هوب اوكي هوب subject hope تخيل كيف هون اجى subject ما اجى اسم واحد اجى hope امل الامل شو ضميره غير عاقل فكره it hope comes هو الفعل كان come بس لانه subject تبعنا it بتصير comes hope comes with a price الامل ياتي مع سعر with a price okay guys هاي هي ال pronouns تعال نقرأ كتاب شو معطينا أمثلة alright uh, بدي أسأل سريع سريع هسه. okay uh, بدي أسأل عن السبجكت نحدد السبجكت تبعنا بالجملة فالكل اللي بيقدر يشارك يكون جاهز يفتح المايك لو سمحتوا okay هاي تركيب الجمل تبعنا خلينا أحط هاي قدامنا تركيب الجملة تأكيدية بس subject plus verb طبعاً أكيد في تكملة الجملة لكن ما بهمّني أنا شو تكملة التفاصيل بهمّني تركيب القواعد تعرف الفعل وال subject alright uh, we use present simple to talk about things in general we use it to say something happens all time or repeatedly or that something is true in general استخدامات ل present simple الزمن المضارع البسيط لو نحكي عن إشي بالعادة صح أو شيء متكرر زي إيش شيء متكرر؟ I wake up every day at 8 a.m. بصحى كل يوم على الثمانية أنا بصحى أبكر شوي بس للمثال uh, مثلا uh, the sun rises from the east the sun rises from the east الشمس تشرق من ال, uh, الشرق الشمس تشرق من الشرق the sun rises from the east أوكي okay? Uh, فهاي استخداماته يا لروتين إشي بصير كل يوم I go to the gym every day he goes to the gym every day okay طبعا هون ال subject يا مع ال verb مع s او بدون s حسب ال subject okay sentence one nurses look after patients in hospitals miss diana open your mic please أوكى. مس دانا دانا الفوال yes yes. no مس ديانا. Uh -huh. uh, yes مس دانا مس دانا. نيرسز look after patients in hospitals. when is subject تبعنا بالجملة الفاعل. nurses. nurses السبجكت الفاعل nurses. طيب nurses معناها ممرضين أو ممرضات. جمع. Okay. yes. شو الضمير تبع نيرسز they they بالضبط مجموعة لأنه في أس الجمع they لما عرفنا أنه نيرسز they نعرف أنه they تأخذ فعل سادة بدون أس عشان هيك حط look الفعل look بدون أس okay good job miss Dana close your mic okay nurses طيب بدي بس هون هاي معلومة إضافية سجلوها عندكو الفعل look شو يعني يعني ينظر أما في أمراة أفعال بيزيدوا لها مقطع حتى يعطيها معنى أدق to give it a specific meaning هلا look معناها انظر أو ينظر صح لكن لما تصير look after بتبطل معناها ينظر بصير معناها يعتني يعتني اكتبوها هاي جملة مفيدة كثير والمصطلح هذا مهم كثير راح يمرق عليك look after معناها يعتني أو ينتبه أوكي okay. فالممرضات يعتنون بالمرضى أوكي okay. بالمرضى patients مرضى في المستشفى patients مرضى good job أوكي okay. miss Inas open your mic Hello. Hello. Yes, Miss Inas. Yes, Inas. In the second sentence, I usually go away at the weekend. بالجملة the وين hey, when subject تبعنا? I. I. Good job. The subject I. The subject, يعني الحمد لله معطيني إياه ضمير واضح. بعرف إنه ال I تأخذ فعل ساد عشان هيك إجا عندي الفعل إيش? وين الفعل verb Miss Inas? I go. go إج الفعل usually واحد عادةً، <applause> <applause> بالضبط usually عادةً مزبوط. alright close your mic مصيناس مس سهير the earth goes around the sun. good the job. Earth. when is subject عندي؟ the earth. the earth طيب the earth أي pronoun إلها أي ضمير إلها؟ it it it. it بالضبط غير عاقل عشان هيك ما كتبنا جو شو كتبنا جوز جوز طبعا احنا قلنا دائما بنزيد اس بس في حالات شوي خاصه مثل جو لما نزيد لها اس شو بتصير جوز بنزيد اي اس ودو لما نزيد لها اس شو بتصير داز اوكي هدول اكسبشنز خلوهم عندكم لكن انتم فاهمين انه زدنا اس اوكي مس رفاء رفاء The cafe is subject. The cafe The cafe is subject. شو ضميره؟ شو ضمير the cafe؟ It's good job غير عاقل. والفعل وين بالجملة؟ Open. Open. Good job. ونلاحظ إنه زدنا ال 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 S هنا. it وهون it برضه هاي اي وهاي they good job alright نشوف الامثله كمان حاطن. I work but he works you go but it goes they teach but my sister teaches my sister شو ضميرها she sister she right she she sister she He الضمير ما يعطيني اياه كل صريح نعرف انه لازم نزيد الاس اي صريح they صريح you صريح i صريح اوكي جود جوب جايز طيب هلا نيجي على السؤال والنفي ال سؤال قلنا بنحط أول شيء do أو does مش هيك؟ do أو does do أو does بعديها بيجي السبجكت subject ال do مع الآي I وال we وال you والـ they والـ does مع ال he والشي والإت وبعديها ال verb صح؟ هذا طبعاً السؤال البسيط اللي هو جوابه يس أور نو إذا بدك إضافات معلومات أكثر شو بتحط قبل الدو do وال does؟ WH اللي هم what when who uh, how long where بتحط أداة السؤال قبل الدو does بيعطيك سؤال ممكن يؤدي لتفاصيل أكثر لكن نتفق على two boxes هدولة هدول راح يساعدونا بالحل كثير وقلنا uh, معرفة السبجكت هو نص حل السؤال alright تعال نشوف الأمثلة اللي حاطهم على النفي وعلى ال على uh, السؤال I come from Canada where do you do حط بعديها you بعديها الفعل come from Where do you come from؟ Okay عنا في I حط السبجكت بالأول طبعا بعديها do أو does not طبعا لأنها I حطينا do not I do not go away very often وزي ما نلاحظ لاحظوا بالسؤال بالسؤال وبالنفي قلنا لما تفوت الدو والداز شو بصير بالفعل بصير دائما ساده دائما ما في اس بس تفوت الدو والداز كان سؤال او نفي ننسى قاعده الاس خلص راحت هم كما انهم بيحكوا انه الاس وين راحت راحت للداز هيك لهم بيحكوا اوكي okay. فمع واصلا مع الدو ما بيجي اس لانه I, وذي وي alright guys it's that easy it's that easy alright uh... وزي ما حكينا we use present simple للأفعال المتكررة زي بروح الجيم كل يوم بصحى كل يوم الصبح بغسل وجهي كل يوم للأفعال المتكررة okay زي I get up at 8 o'clock every morning. How often هذا سؤال do you go do أو does بعدين subject بعدين الverb verb وننتبه هاي do it does هاي مش الverb الرئيسي هاي بس فعل مساعد بنحطه بالسؤال وبالنفي فقط لكن الفعل الرئيسي go alright Julie doesn't does not اوكي okay. بنلاحظ انه does not هي فعل مساعد للنفي الفعل الرئيسي drink does not drink tea very often روبرت السبجكت عندنا هون روبرت usually goes لاحظ زاد على الفعل اس لانه روبرت هي والهي بتاخذ الفيرب بلس اس اوكي جايز Okay, great. Now, let's start doing our exercise. عشان تتعودوا على الكتاب إذا حبيت بيوم تدرس لحالك على الكتاب هذا لأنه كثير useful، كثير useful. الكتاب هذا بيجي صفحة قاعدة شرح عن القاعدة البوكسات هاي بتكون مهمة وصفحة تمارين It's that easy It's that simple صفحة تمارين احنا هلا راح نحل التمارين سوا نحل جايز بنحل التمارين سوا وهيك بنخلص من, من البريزنت present simple دائما تذكروا القواعد خلوها ببالكم قواعد تكوين الجمل احفظهم وهلا الكل اللي بحب يشارك يرفع ايده ويكون جاهز يفتح المايك تمام يكون جاهز يفتح المايك طبعا لما تجاوب السؤال مش بس بدي تحط لي الفعل وتقول لي مع اس ولا بدون اس بدي تقول لي مين السبجكت مين الفاعل وشو الضمير تبعه اوكي جايز اوكي alright خليني بس احط القلم هون السؤال الاول في شغله بس بدي ازيدها اني حكيتها بمحاضره الحضوري تذكروا قلنا في مثال على الافعال اللي بزيدوا لها مقطع تعطيني معنى ادق او معنى ثاني نوعا ما زي لوك افتر صارت يعتني في كمان فعل هنا جيت اب وينه جيت اب هي فعل جيت اب جيت يحصل اوكي okay. جيت يحصل لكن جيت اب لما نزيد لها اب صارت ينهض او يستيقظ يا ينهض يعني يقوم على حاله يا يستيقظ اوكي okay جايز هاي من الافعال اللي اللي زي هيك برضه بس ينزاد لها مقطع بتعطي معنى ثاني او معنى ادق. السؤال الاول complete the sentences using the following verbs اوكي؟ عندنا افعال هنا بناء على معنى الجمله بدك تختار الفعل اول شيء الفعل المناسب تختار بعدين تختار التعديل المناسب يعني ايش؟ ايش الاضافه الفعل؟ بدك تحط اس ولا بدون اس؟ اوكي؟ طبعا زي الاستثناءات اللي بنضيف اي اس زي go ودو. اوكي اول شيء تختار الفعل المناسب بعدين تختار هل هو مع اس ولا بدون اس alright guys uh, اول حدا مس ايناس Okay. Okay. Do number two, Miss Inas. Pen and jock to the uh, to the sum. Same. 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 Yes. Um. Uh... What's the meaning of same? I don't same. I don't... نفس. نفس يعني آينة تركي. So, huh. نفس يعني same school بيروحوا على yes. نفس المدرسة. هلا أنا عشان الـ 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 الوقت go وأنا مش فكرتي أنك أنت هون تعرف المعاني قد ما فكرتي go. تعرف السبجكت subject والفعل. الفعل المناسب هون go. go. Okay. Uh, goes because uh, they ذير uh, he and اوكي uh... okay. وقف شوي هلا yeah. مين them. السبجكت مين السبجكت عندي بالجمله بن اند جاك بن اند جاك جاك بن اند جاك هم مش they. جاك لحاله الفاعل بن اند جاك قال لي صح يس yes. اوكي طيب هذول شو ضميرهم ذي ذي والذي بتاخذ فيرب مع اس ولا yeah. بدون اس؟ وذ اس ذي ذي I, آه. we, you, they تاخذ verb ساده. آه. بدون اس، basic. Okay. اوكي؟ basic، okay. الـ okay. subject هنا they معناته الفعل ساده بنزل go. تمام، go. Good job, miss. Thank بس يعني أنتِ تفكيرك منطقي لأنك شفتي جاك وبين حكيتي هذول هي. يس. Yes. معناته <applause> goes، بس هو هم مجموعة صاروا، صاروا group. يعني صار ال 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 subject هون they. I'm a good job miss. Miss هنا. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام miss. number three please. Uh, bad driver. Uh, bad uh, driver. مش driver ولا drive. لا. Bad driving. driving. تمام. Uh. هلا الفعل كوز اللي هي كلوز uh, يعني كوز كوز كلوزز كوز كوز بنحط الاس طبعا لانه اها uh -huh. طيب uh, وين السبجكت تبعنا؟ اللي هو بان درايفنج باد درايفنج درايفنج السبجكت هون اجى فكره زي ما أه. قلت لكم مرات بيجي فكره مش اسماء ولا ناس ولا هاي باد درايفنج شو يعني باد درايفنج القياده أه. السيئه أه. طيب أه. bad درايفنج شو بتتوقعي ضميرها مفرد ولا مذكر ولا غير عاقل ولا مجموعه ولا اللي هي المج... آه... اللي هي ال... بتكون يعني تسبق هي ال ات. ات ال اللي هي إيه. الغير عاق ايوه ات غير عاقل هي... او الجماد ايوه بمعنى اخر ايوه تستخدم ايضا للحيوانات اوكي okay. اها تمام جوابك صح causes. أه. causes. الباد كوزز هي فكره والفكره غير عاقل ات تمام alright next miss Russia good job miss Hana miss Russia open your mic hello teacher yes number three but uh, uh, for the museum It close closes at four o'clock on Sunday. Good job. Closes. When is subject? Yeah. When is تبعنا بالجملة. The museum. It. Uh -huh. يعني أخذ. Good job. هو... The museum. بأخذ it. جماد. يعني عليك جماد. Bravo. Closes. زدنا أس Okay. Uh, Miss مريم My turn. live in a very small flat good job شو الفعل استخدمتي live صح؟ ايت يس ايت تركي اوكي live اوكي وين السبجكت تبعنا مس مريم؟ my parents وشو الضمير تبع my parents؟ they they مجموعه طب ولو قلت لك my parent بدون الاس شو بكون الضمير تبعهم؟ Tabao, my parents lives. Yes. Good job. Okay. they Next, uh, start Abdullah. Hi. How are you, teacher? I'm doing great. Thank you for asking, Mr. Abdullah. Can you do number six, please? Uh, the Olympics games. تيكس takes... الف... الفعل تيك تيكس تيكس بلايز افري فور ييرس اوكي هلا هاي الصراحه في عليها اختلاف بس لكن هي انا برجح انه uh, انها تيك بلايز ليش ليش uh, ليش تيك بس وين السبجكت بي... وين السبجكت تبعنا استاذ عبد الله اولمبيكس جيمز اولمبيك جيمز والاولمبيك جيمز ايش؟ ضميرهم ات جماد ات بس هل هو ات واحد مفرد لا جمع جيمز جمع جيمز جمع وبدك تعرف انه they هي للمجموعه برضه بتزبط للغير عاقل اوكي صح فهي السبجكت اول دي معناته take اوكي okay? uh. the games, they, games take place every four years good job بس تفكيرك صح 100% شكرا استاذ the olympic games take place every four years وهذا برضو مثال على الافعال اللي بس نزيد لها مقطع بتعطي معنى ثاني اكتبوا لي اياها ملاحظه هاي راح اجيبهم برضو بالامتحان الافعال هاي المقطعين take لحالها كفعل شو يعني take ياخذ مش هيك. لكن take place شو بتصير معناها take a place بصير معناها يحتل مكان أو يحصل مش يأخذ نلاحظ كيف تغير معنى take a place كثير بتمر علينا باللغة مطالبين فيها أوكي نيكست بدني أنا حدا من الشباب ما شاء الله الصبايا عفية عليكم أستاذ عمار شتاوي أه <applause> دا شانيل كونكت the uh, Atlantic and uh, Pacific uh, Ocean. Good job. أول إشي مين السبجكت تبعنا أستاذ عمار؟ uh, The uh, Panama. The What Panama Canal. قناة بنما. Uh, canal. وقناة بنما شو تتوقع الضمير تبعها؟ uh, It. It. Good job. والإت شو الفعل باخذ مع الإت؟ مع الهي والشي والإت؟ drives works بوخد إيش إس شو بصير الفعل الجواب uh, connects good job connects اقرأ لي الجملة كاملة the Panama Canal connects the uh, Atlantic and uh, uh, Pacific, Ocean. Pacific Ocean good job guys بس ننتبه على شغلة هنا بنلاحظ الاتلانتيك هو الاطلسي، الباسيفيك هو الباسيفيك شو هو الباسيفيك؟ الباسيفيك المحيط الهادئ. اوكي الاتلانتيك هو الاطلسي، الباسيفيك المحيط الهادئ. وقولي الباناما كانال تربط المحيط الهادئ مع المحيط الاطلسي مع الهادئ. فالفاعل هو الباناما كانال. بس بدي تلاحظوا شغله اسماء المحيطات كابيتال دائما. كابيتال، بتبلش بكابيتال. اوكي تبلش بكابيرال alright guys السؤال الثاني السؤال الثاني اول اشي مستقى open your mic اوكي بس, أوكي. بس قبل ما تبلشي مستقى بدي اشرح شو السؤال الثاني السؤال الثاني هنا بده يختبر انه اول اشي انت بتعرف تستخدم الدو والدز وال تعرف تكون سؤال تمام فخليني ارجع اكتب لكم القواعد هون تمام عندي بال بالنفي كيف الجملة إذا بدي أنفيها subject أو the pronoun plus do أو الـ does حسب الـ subject قلنا معرفة ال subject هي نصف الحل do أو does plus not plus verb وقلنا لما تفوت الدو والداز خلص الفيرب سادة ما بسأل حالي مع اس ولا بدون هاي بالنفي وبالسؤال قلنا بس نعمل سويتش بتصير الدو والداز بالأول بلس سبجكت تصير بالثاني أو الضمير اللي ينوب عن السبجكت بلس الفيرب الفيرب مكانه يجي دائما بعد الدودز، اوكي؟ آه سؤال سؤال بعد تفضل <كتير> أكيد. آه في السؤال نضيف الاس صح؟ لا حتى بالسؤال ما بنضيف اها بس بال اوكي بس اذا ما استخدمنا دودز بدك تفكر بموضوع الاس، يا بضيفها يا لا حسب السبجكت، لكن اذا بشوف نفي سوري يعني بشوف دو او دز كان سؤال ولا نفي خلص برجع ساده بنسى موضوع اضافه الاس على الفعل، اوكي؟ اوكي استاذ عمار. alright guys. أو مين اللي آخر شيء؟ أنا ما شفت الاسم طلع. أيوه أنا. مين. الس... تقى. آه بعرف تقى، مين السؤال سأل بس؟ عمار مش هيك؟ سألت, سألت يا عمار. عمار حي عمار, عمار حبيبي. أوكي. آه السؤال هذا طلعوا بين ال... between two brackets آه في كلمتين تمام؟ واحدة subject وواحدة verb. فهو بده يختبرك بشغلتين، بده يختبرك اول اشي انت عارف السبجكت شو ضميره؟ يعني بدك تستخدم دو do ولا دز؟ وبعديها بده يختبرك بالفيرب، بده يشوفك بدك تزيد له اس ولا لا. اوكي؟ طبعا كيف بدي اعرف انه سؤال ولا نفي؟ اذا انتهى بعلامه سؤال معناته بده اياك تكون سؤال، بتروح لقاعده السؤال طبقها. اذا حط لك بين القوسين نات معناته بده اياك تنفي. أو مبين انتهى بنقطة يعني مش سؤال. كيه. Okay. فا مس توقا. open your mic and do number two please. what time do do the banks close here? good job what time do the banks. okay مين السبب مس توقا؟ the banks. أيوة the وشو ضميرهم؟ زي. Yeah. They on close because we we did do we did we did do we did do what time do the banks close here? Okay, next uh miss Asil Fawal. مس اسيل الفوال الرقم I have a car but I don't use it much. but ايش؟ I have a car but I have a car but don't use not use it much. but I do بنحط بالنفي subject I موجود بعدين بنحط do, do بعدينها not do not use of it much. good job مس اسيل برافو ووين السبجكت هون بالجملة؟ أي أي بالضبط معطيني إياه ضمير جاهز ومقشر يعني زي ما بيحكوها أوكي نيكست مس حفصة نمبر فور uh, Where is Maria come from؟ okay, أوكي قلنا is... السؤال present سمبل ما بنستخدم إز وآر شو بنستخدم أداة where... السؤال؟ Where are Maria comes from؟ خبص الدنيا لا ولا إز ولا آر بسيطة بسيطة هاي تكوين السؤال أداة السؤال أو الفعل المساعد بالسؤال <applause> دو أو داز uh, do كيف يجي do مع ما ما فهمت هلا أول إشي بدنا نحدد السبجكت تبعنا مين السبجكت تبعنا عن مين بدك تسألي أنت بالجملة ماريا ماريا السبجكت ماريا شو البروناوم تبعها she she. تاخذ do ولا does؟ do لا does she does داز تذكر هي شي إت دائما فيهن صوت إس does I معناته know. does where does where does ماريا اها كام بالضبط ماريا بعدين الفعل كام الفين ما في إس عشان good answer okay next uh, thank you abdullah can you open your mic Yes, teacher uh, okay. one minute what what does you okay استاذ عمار قلنا معرفة السبجكت نص الجواب شو السبجكت عندنا هون عن مين بدك تسال وين السبجكت انت تتكلم معي ولا مع عمار uh, سوري استاذ عبد الله نعم استاذ اه عبد الله وين السبجكت عندي بالجمله خمسه اه ال وورد سوري الدو يو يو برضو سوري اوكي واليو بتاخذ دو ولا داز اليو اليو دقيقه لحظه تاخذ داز لا هي هاليو بتاخذ دو دو وات دو يو وات تمام تمام حطي خطوه خطوه حطينا دو اداه المساعده بالسؤال حطينا دو بعديها بنحط وات داز يو اي ام الاكتريشنز لا استنى شوي حطينا اول شيء دو اتفقنا انه دو بعديها بنحط السبجكت شو السبجكت وات دو يو وات دو يو وبعديها شو بيجي عندي بعد السبجكت تكوين السؤال؟ الشيء الفيرب, الـ الفيرب الفيرب شو الفيرب اللي معطيني اياه؟ دو وات دو يو دو؟ وات دو يو دو؟ يعني معلش هي صعبه شوي بتخربط لانها فيها ثنتين دو عشان اه. هيك بدي اقول لك زي ما قلت لكم بالاول دو بالسؤال وبالنفي هذول استخدامهم فعل مساعد اوكي فا يعني ما بنقدر نستغني عن الفعل الرئيسي بالجمله. What do, you, what do you do? I am an electrician. يعني انت شو بتشتغل او شو بتساوي بحياتك؟ قال له I'm an electrician, انا كهربائي. اوكي؟ okay. امشي على القاعده تا يصير الموضوع ناتشورال معك تحل بدون <دوري> <دوري> فاطلع بس ارجع على القاعده الرئيسيه جايز. هون بتكوين الجمله الجملة الطبيعية الخبرية خلينا نحكي البوزيتيف الدو does استخدمهم كفعل رئيسي مع I انا افعل لكن قلت لك بالنفي وبالسؤال اجى فعل مساعد وما استغنينا عن الفعل الرئيسي does not play does he play لاحظوا الفعل play بعده okay hey guys Uh, next Miss uh, Rafa number six look at this sentences. sentence what what does this word mean? Good job. What does this word mean? Well she means subject tabana. A subject عمين... uh, this عمين word عمين this word. كلمة, it it. والكلمة it معناته what does this word mean? What does mean? Good job. لازم أعرف شو subject عن مين دسأل أو مين الفاعل في حال الجملة في حال السؤال عن مين دسأل what does this word ومنلاحظ مع انه it بس الفعل مين اجا ساده لانه قلنا مع do it does بيجي ساده اوكي مس سهام ديفيد isn't very fat he doesn't do any sport he doesn't اها yeah. كملي uh -huh. he doesn't do any sport Good job. طبعا هون مريحنا هو معطيني pronoun جاهز ال الفاعل جاهز. Okay. هاي pronoun هون جاهز. بس شوية بدي أعمل Alright. Uh, he doesn't لأنه he بتاخذ does not مش do not he does not وهو معطيني not يعني بده يعني أن فيها والفعل do ونلاحظ الفعل ما زدنا له أس ما عملنا does لأنه استخدمنا do does do does تاخذ الأس بتسرق الأس كان أوكي مس سهير it takes does it... okay. اوكي هلا المقطع الاول من الجمله it... بدنا نطبقه على القاعده بس الرئيسيه اللي هو السبجكت بلس الفيرب يا مع اس يا بدون ما بده لا نفي ولا سؤال لانه هيو بس حاط لي فعل واحد it takes it takes good job me hour to get to work in the morning how long does it take how long does it take you good job how long does when ال subject اللي بتسألي عنه؟ is the subject it uh -huh. it good job it does it وليش ما زدنا بما انه it ليش ما حطيتي الفعل takes زي بالأول شوي uh, how long it take you بالاول حكيتي it takes طب لما ليش لما صار سؤال حكيتي؟ هنا لانه does ما بيجمعها بالضبط do it does كانها بتسرق الاس good job miss bravo alright right guys uh, ما شاء الله عنكم هلا next uh, هبه miss هبه السؤال uh, هذا complete the sentences using these verbs sometimes you need the negative okay هلا هون بده يختبر الكومبريهنشن عندك الفهم يعني بقول لك بدك اول شيء تختار الفعل اوكي وبرضه مع التعديل طبعا يا بتزيد اس يا بدون اس برضه شو قال لك ممكن تضطر تنفي ممكن تحط does not او do not حسب ايش ليش بده يختبر فهمك قال لك حسب المعنى يعني اذا شفت الكلمه بدها نفي يعني زي انه الشمس لا تشرق اذا اذا تجيب الفراغ بيحكي الشمس تشرق من المغرب فبدك تنفيها فيها بتقول الشمس لا تشرق من المغرب، أوكي؟ أوكي. أه مين حكينا هلأ؟ مس هبة، أوبن يور مايك. يس أنا بساعدكم بالأفعال إذا ما عرفتوا، فرقم ثلاث أنا بساعدكم بأي فعل تختاروه، رقم ثلاث إقرأيها وحليها. أوكي okay. The sun ريسز in the east. Good job، استخدمتي الفعل rise وزدتي عليه أس، rises. Yes. وين السبجكت تبعنا؟ the sun the sun. والسن شو الضمير تبعها؟ it it والit بتاخذ verb plus s okay uh, next miss uh, أو خلنا miss مريم miss مريم open your mouth yes. number four Uh, bees make honey. Good job. Bees make honey. <applause> شو السبجكت تبعنا؟ بيز بيز شو ضمير البيز؟ هي اور شي 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 لو اذا هي او شي معناته بدك تحكي ميكس اه oh. هم وذي على الاغلب مجموع البيز. بيز بيز اوكي Bees make honey. Okay. All right, good job, Miss Maryam. Uh, next, Miss uh, Najah. Miss Najah, can you open your mic? All right. استاذ عبد عبد الله عمار. اخر شيء استاذ عمار معك can uh, you uh, do number five the شو الفعل طيب uh, eat دونات not eat meat برافو طب ليش نفيتها ليش ما حكيت vegetarians eat meat؟ لأن ال ما بياكلوش بالضبط ممكن. لأنه بالمعنى أنت عرفت إنه لازم تنفي من المعنى لأنه vegetarians do not eat meat. مين السبجكت عنا عندنا؟ uh, vegetarians وشو ضميرهم؟ uh, they they والthey بتاخذ do وللنفي حطينا do not. أوكي okay. next uh, مس ايناس Hello. Yes, miss Inas. Number uh, six. Another's. An atheist. The atheist, the the atheist. An atheist. An atheist. Uh, uh, he. Eden. No. Uh, the verb want to use is believe. You. Believe. Yes. Doesn't believe in God. Good job. وليش نفيتيها طيب؟ لأنه يعني أصلاً ما يعرفون. بالضبط <applause> لأنه من المعنى الاثيست ما بيؤمن بالإله does not believe does not believe لا يؤمن أو لا يعتقد believe يؤمن أو يعتقد أستاذ عمار استاذ عمار نمبر 7 انا جاوبت هل هلا تو رقم خمسة اه اوكي okay. معناته استاذ عبد الله استاذ عبد الله استاذ عبد الله معنا Excuse me, guys, just one second. لا والله استاذ عبد الله ما بسمعك جرب هسه احكي هلا تم احكي الو عبد الله حكيت سمعت اخر حرفين من حكيته بس بسيطه آه خلينا نشوف آه مس هناء رقم سبعة ما هيك؟ سبعة نعم ان انتربروتر ترانس لتس اوكي ايش الفعل اخترتي اللي هو ترانس ترانسليت لتس انا شوي بالقراءة يعني ما no بروبلم نو بروبلم translate صح؟ ايه لتس translate زد تي اس طيب مين السبجكت عندنا؟ اللي هو الان الان ان انتر بالضبط شو يعني ان انتربتر بالاول so yeah هي كلمه ثانيه للمترجم اوكي ايوه اللي هو اللي هو المترجم يعني اللي هو مترجم بالضبط المتحدث مثل ان زي زي المتحدث او المترجم هيك تقريبا بالضبط اوكي يعني انتربتر ترانزليتس from one language to another good job miss هنا برافو مس سهير لايرز ار بيبل هو ذا ترث تل تل الفعل تل تل اوكي وين وين السبجكت تبعنا بيبول ذا ار people اللايرز liars, liars liars are people وصفهم يعني بحكي إيه. لي liars هم ناس liars <سكيل> حلو وممتاز كثير بانتقائك للسبجكت liars شو ضميرهم؟ إيه. they they بس liars اصلا كذابين ما عندهم ضمير اه. ات صح اوكي ات أوكي. لا لا liars they they مجموعه ايه. هم مجموعة. الكذابين كذابين بالضبط يعني لايرز اه... liars مجموعه كذابين they مجموعه صح؟ They. they they الفعل uh, يدل. tell tell طيب شو في معناها liars tell يدل. the truth الكاذبين يخبرون الحقيقة not, tell. not not بس not بس إيش إيش الفعل المساعد بالنفي do, بال... do not do not good job liars do not م. لأنه they do not tell the truth good job miss okay next Donald. for what yes yes can you do number nine the river amazon flows uh, flows uh, into the it's in... 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 atlantic yes oh good job All right, flows, bravo. Uh, Miss Dana, where is your subject? وين ال subject؟ Amazon. Subject, مفرد. مش فاهم Miss Dana, وين ال subject؟ Amazon, Amazon. آه oh, مش Amazon لحاله. River Amazon, the river. river Amazon. 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 Yes. نهر الأمازون هو الفاعل. Okay. وشو ضميره؟ It, it it. Good job, Miss Dana. Okay. All right, guys. حلو معنا وقت نقدر نعمل كمان سؤال. نقدر نعمل كمان سؤال. Okay, guys. You ask Lisa questions about herself and her family. Write the questions. Okay. بدنا في معلومات هنا. Uh, بدنا نسال ليزا حتى نعرف عن المعلومات او عن الاستفسارات الموجوده عندنا تمام فنمبر 1 مس شوف مين رافع ايده مس مريم اوبن يور مايك اوكي مس مريم طلعي شو رقم اثنين بتحكي المعلومه <applause> اللي بدك تسالي عنها بقول لك بيرهابس بيرهابس يعني ربما perhaps ربما perhaps Lisa's sister plays tennis too ربما اخت ليزا تلعب تنس ايضا you want to know بدك تعرف انت انه هل اخت ليزا تلعب تنس ايضا ask Lisa السؤال بدك توجهه لليزا فاعتبري انه ليزا قدامك في مس مريم واساليها هل أختك تلعب تنس؟ We will say does your sister play tennis? Good job, bravo. Wow. Okay, هاي hey, التكوين does بعدين your sister subject play okay. tennis. Yes. Good job. نحط إحنا does. طيب, Miss Maryam, when is subject هنا بالجملة؟ Your sister Your sister بالظبط خيتك يعني مش, مش your your sister yes. Does your sister play tennis وليش ما زدنا S على play إنه do it does بتجرد الفعل play tennis Okay next uh, Miss Ines Okay. Uh, yes, you four? know yes, number three. You know number that three. Lisa goes to the cinema a lot. And Lisa has cinema fear. You want to know how often? The of How often? Ask her. Ask okay. Lisa. Ask so, her. How often? How often you? Uh, go to the cinema. إيش قبل يوم نحط شو أدوات السؤال بال simple؟ does Okay. شو uh, subject عندك you؟ will you بتاخد do ولا does؟ you بتاخد do. how often do you إذا قدامك تواجهيها you Okay. Do you? goes to the cinema go to, go the, to, cinema. The, go to, the, to the cinema وليش ما حطيتي goes no because سؤال مباشر yeah. يعني لانه سؤال will... قلنا do it does بالسؤال وبالنفي بتجرد الفعل نلاس And... to the cinema okay. good job مس okay مس mm -hmm. اسيل الفوال number four what does your brother do صوتك بيقطع من سودان كأنك جوابتي صح انت بس صوتك بيقطع what does your brother do إتجاب what does طينا أنا فعل المساعد بالسؤال does بعديها السبجكت بيجي اللي هو your براذر عن مين بدك تسال بعديها الفعل تبعنا براذر اللي هو work what does your brother work او do for work. صح مس هيك جوابك نعم All right, good job, Miss Sih. Next, uh, Miss Dana, number five. Do you speak Spanish? Uh, Spanish. Good job. Do. Do you speak? Then you subject. Then the verb speak. Bravo, Miss Dana. Spanish. speak Spanish. Yes, do you speak Spanish? Good job, Miss Dana. Bravo. خليني أشوف كاميرتي أنا بدي أشوف اللي وراي بيبينوا الناس. أوكي لا. تمام. Uh, number six. Uh, طيب هلا

بعدين بنكمل سؤالنا طبيعي اول شيء اداة الفعل المساعد بالسؤال where uh, do ولا does حطيتي؟ do. do grandparents yes good job لانه I mean, grandparents you where do your grandparents grandparents uh, sorry your grandparents شو ال pronoun تبعهم؟ they they good job مجموعة Grandparent وليش ما حطيتي lives Because we did do We did do We did do yeah, yeah, okay. okay Live Good job Alright uh, Last question بدو بس uh, uh, يحكي لي الأفعال اللي هي تستخدم كثير بالpresent simple هاي بدي تأخذوا معانيهم كلهم حفظ مطالبين فيهم. I agree. أنا أوافق أو أتفق. I apologize. أنا اعتذر. I insist. أنا أصر. I promise. أنا بوعد. I recommend. أنا بوصي. I suggest. أنا بقترح. أوكي هاي الأفعال كثير تيجي مع ال اللي هي Present Simple. ف بدنا ان نحطها بالفراغات اوكي جايز اوكي استاذ عمار اشتوي كان يو دو نمبر 2 بليز استاذ عمار ها ناك مستر ايفنت محلوله الاولى الثانيه لو oh, سمحت اوكي okay. اي و want... I uh, wanted to tell uh, anybody uh, would you uh, said Okay, معنا المقطع الأول I won't tell anybody what you said ما راح أحكي لأي حدا شو حكيت. Uh, I uh, promise. Good job, I promise. يعني ببساطة بقول لك تطلع كيف استخدمنا ببساطة بس subject و verb. I promise All right uh, next miss ittifaq ittifaq uh, Staff Tariq Tariq Jawad hey, Hello. استاذ طارق، can you do number three please? In a restaurant, uh, you must let me pay for the meal. Okay. قبل ما تختار، بقول لك الموقف هذا صار بمطعم. واحد بيحكي للثاني: you must let مطعم. me pay for the meal. لازم تخليني ادفع حق الوجبة. I إيش؟ I apologize, ولا I agree, ولا i agree لا uh, no. I, i insist انا اصر اوكي okay. I, i insist yes you must pay me for the meal i insist okay. اي بالمطعم تستخدمها كثير وعشان هيك انا هذا الكتاب بشجعكم على استخدامه لانه بيعطينا جمل ومعاني بنستخدمها i insist i insist بنستخدمها بالحياه اليوميه اوكي okay, جايز حتى تطلعوا الاسئله اللي كونناها اسئله تعارف وعشان ال present simple يعني استخدامه كثير بالاشياء هاي اوكي اي انسست يس جود جاب استاذ طارق استاذ طارق نو no بروبلم اتفاق بعيدوا استاذ ولا تمام لا تمام بس اي ونت يو دو تو دو نمبر 4 لانه انا معلش ما كنت شايف اسمك ف يعني حقك تشارك دو نمبر 4 فراغ على اللي قلته for what I said ايش بتحكي عن اللي قلته I promise بوعدك عن اللي قلته لا I agree انا بتفق لا ايش بتتوقع هاي بنستخدمها برضو يعني لما الواحد يندم على شيء لما بده يعتذر استاذ طارق معي عم بحكي انا بس كنت مسكر المايك <applause> بسيطة افتح المايك هلا واحكي فتحت المايك استاذ طارق. إيه تمام. أوكي شو حلها؟ هاي لك انني اقول اللي انني <applause> Apologies, I apologize. I apologize, I apologize for what uh, I said. I shouldn't uh, have said it. Good job. Okay, I, I apologize. All right, uh, next, next Kim. Came... Noor, Noor Salihi. Miss Noor. Oh, Miss uh, Miss Russia Russia, Miss Russia, open your mic, please. Number four. Number five. Uh, number five. Yes. Uh, the new restaurant in Becker Street is very good. I recommend it. Good job. I recommend it. I recommend it. D one recommend. okay. Uh, Miss Russia, do number six as well.

أول فعل suggest يقترح، ثاني يعني فعل promise يوعد. ثالث insist يصر، apologize يعتذر، recommend يوصي أو يقترح. أو يو... توصية أكثر من اقتراح، suggest اقتراح. agree يتفق. يا hey guys, هاي basically the present simple نتذكر استخداماته اللي هو الحقائق العلمية. والافعال المتكرره شو وين بتروح كل يوم متى بتصحى كل يوم والاشياء اللي دائما صح اوكي okay. الاشياء اللي دائما صح زي nurses look after patients يعني الممرضين الممرضين يعتنون بالمرضى او the earth goes around the sun الارض بتدور حول الشمس الاشي دائما صح Good job guys, uh, thank you so much for your time. لسه معنا وقت احنا. لسه معنا وقت، معنا لسه تقريبا 13 دقيقة. أوكي، اللي عنده سؤال بيقدر يسأل. اللي عنده سؤال بيقدر يسأل. أستاذ معلش الكتاب اللي قلت عليه من فين ناخده؟ الكتاب أول شيء مي... شو الاسم مين اللي بيحكي ماس؟ حفصة حفصة. اوكي حفصة حفصة الكتاب على الجروب انت على الجروب اي بس لا يعني انا بشتري الكتاب نفسه ما ابغى اطلعه من الجوال اقصد هم رسلوا بي دي اف بس انا ابغى الكتاب نفسه وأقدر الاقيه في مكان والله مش متاكد لا يعني بتركيا ما بعرف مع الاسف عادي اطلب من موقع او من السعوديه ما مشكله